اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا حجم الاهتمام الاعلامي الكبير لقرار النادي الاهلي بالتعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب افريقي اللي هيصل فجرا ان شاء الله فجر الجمعه الى القاهره ويبدا عمله على الفور لتجهيز الاهلي لمباراه الاحد مع المقاولين العرب في الدوري. اذا كانت كل التفاصيل المشهد الاعلامي شفتوها بحضراتكم فهناك كلام كتير بعظمة لسانه. بعظمة لسانه هنشوف مع حضراتكم كيف كانت هذه الفرحة العامرة والرسالة الباكية. بيتسو موسيماني شعر بقيمة الأهلي، عاش لحظة توهج جمهور الأهلي، شاف الأمور قدام عينيه كويس في مباراة أعتقد وقتها تمنى كمدرب محترف انه يكون مدرب لهذا الفريق ذات يوم. هو عبر على فكره في احدى مداخلاته مع قناه بي ان سبورت عقب احدى المباريات انه من ضمن امنياته المهنيه انه يدرب فريق النادي الاهلي. تمناها وجات له. نفكركم باللقطه اللي انبهر بيها بحجم جماهيريه الاهلي. مؤكد انها لحظه زي ما بيقول استاذ ابراهيم بتحكي امنيات داخليه ومشاعر، لان مش طبيعي ولا منطقي وما شفتهاش ومش عارف اذا كنا هنشوفها تاني ان مدرب يجي على المدرجات يشوف هذا الحشد من الجماهير وهذا الحماس وبمنتهى الهدوء والابتسامه اللي اذا كان بيقول ايه يا ريتني شفتك من زمان. يا ريتني شفت دي كانت في 7 مارس الماضي مباراه الاهلي. يعني هو النهارده هو لو يطلعها من على تليفونه هيقول كده. الحمد لله ان انا يعني بقيت انتمي لمثل هذا الجمهور. نتمنى باذن الله انه يحقق طموحات هذا الجمهور.